نعم خلاص قبلك. في رجعك الله إيه؟ نعم. لا، وإذا قلنا طائفة فرجعك الله إلى طائفة منهم، قلنا طائفة تابوا، باب التوبة لا يغلق على أحد، قاعدة، أي أحد حتى لو كان أكفر الكفرة. وإذاك ماذا قال الله لموسى وهارون؟ اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. هو كان يقول أنا ربكم الأعلى. فإذا كان فرعون يدعى إلى التوبة، ويقين أنه إذا دعي التوبة تاب، ما يقال لا تقبل توبته، فغيرهم باب أولى. نعم.